شلال مساك الله بالخير. خالد الصلال. اي نعم. هلا هلا حياك الله. هلا فيك، كيف الحال؟ هلا هلا استاذ، شلونك؟ شو اخبارك؟ شرفت فيك. الله يسلمك يبارك فيك استاذي. انا اي والله انا عندي الله يسلمك كان في اقتراح مقدمينه من 3 أسابيع على اساس انه يساهم في تسهيل عمليه اجلاء مواطنينا بالخارج. نعم. وهذا الاقتراح اللي قدمناه لبعض المسؤولين في الحكومه لحد الان ما لقينا اي صدى للموضوع هذا، بينما تم تطبيقه في دول اخرى. لذلك هو عباره عن تطبيق او ابلكيشن، وحتى طلبتنا بالخارج ومواطنينا بالخارج يدرون بهذا الموضوع. لذلك احنا نبي يعني نوفر الجهد اللي قاعد يبذلونه الان، وما قصروا ويعطيهم الف عافيه على تجهيز المحاجر بكوادرها الطبيه والامنيه والخدميه والى اخره. لكن الموضوع احنا في عنصر الوقت، والكل يعلم بان عمليه الاجلاء يعني ما راح تتم خلال ايام فقط او اسابيع، ممكن تستغرق وقت اطول. لذلك احنا نقول في حال تطبيق هذا الابلكيشن اللي هو يوضع من الحال القدوم المواطنين من المطار، يتم وضع أسوارة إلكترونية يتم وضعها فقط للحالات اللي نيجاتيف، وهم أكثر يعني نتمنى إن شاء الله نكون أغلبهم نيجاتيف، إن ما فيهم نتيجة الفيروس. نعم. لذلك هذيلا ما يروحون محاجر، يروحون إلى منازلهم بحجر منزلي وتوضع الأسوارة. بس سؤال يعني قبل لا يعني ننتهي المكالمة، هذا الابلكيشن موجود ولا يعني اقتراحنا يطبق الابلكيشن؟ هو موجود والان مطبق فعليا في مملكه البحرين. حلو. ومطبق قبل شهرين في عرفت هونغ كونغ. إيه بس انا انا ايضا سمعت انه كان في تصريح من الاخوان في الحكومه ان عندهم ابلكيشن راح ينزل المفروض. والله هذا شانهم ما ادري، بس ايا طريقه كانت المهم لا يستعجلون، ما ياخذنا الوقت، لان احنا عارفين ان مثل الولايات المتحده الامريكيه في مطاراتها في حال ازدياد الحالات عندهم وتزداد سوءا راح يتم اغلاق المطارات، هذا شيء متوقع. نعم. وبالتالي احنا نقول والله ها شو نسوي بعد؟ ما نقدر نسوي شيء. لا، الان بامكانكم تقدرون في حال تطبيق هذا. لذلك انا قاعد اقول لك هذا ما في خطوره. نعم. اللي نيجاتيف عن طريق الابلكيشن يصير حجر منزلي. حجر منزلي خلاص ما يتعدى، لانه هو داير متر حوالين بيته ما يقدر يتعداه. ايه. يكون في اشاره اداره العمليات بين عندهم وراح يطبق عليه المساءله القانونيه الى اخره. لذلك احنا بدون الاسواره الناس ملتزمه، الكويتيين كلهم ملتزمين. احنا شايف هالشيء الحمد لله، لكن هذا راح يوفر جهد كبير، راح يوفر حتى المحاجر اللي قاعد يسوونها الان. نعم. يعني راح تكفي. وحتى الكوادر هم ما راح يلحقون على الاعداد الكبيره اللي برا. الكوادر اللي اقصدها كوادر طبيه وكوادر امنيه وكوادر خدميه والى اخره، هذه ما يقدرون يوفرونها في خلال شهر او شهرين. فليش احنا قاعدين نراهن على الوقت؟ لا، الان الوقت مو من صالحنا، لان الحالات في العالم قاعده تزيد. ولذلك احنا نتمنى ان شاء الله ان توصل لمسامعهم ويتم تطبيقه. مشكور من خلالكم. مشكور يا اخوي خالد صلال، يعطيك العافيه. اخونا الخبير الاستراتيجي يعطيك العافيه وما قصرت. يعني يعني ان شاء الله اقتراح جميل، واتمنى ان شاء الله يعني ياخذون فيه، ويعني نتوفق ان احنا ناخذ في هذا الموضوع. يعني عندي كثير من